لا طبعا انا برحب بكل الساده المشاهدين اولا، وحقيقي يعني برحب بلينا كمان، عشان لينا جميله صاحبتي الجميله اللي في النادي. الحفله كانت جميله جدا، والاجواء كانت اكتر من رائعه، طاقه ايجابيه بشكل كبير بصراحه، كلنا كنا سعداء جدا بيها النهارده. الحمد لله، يعني احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي مش مجرد نادي رياضي فقط، يعني الحمد لله بيكون دايما في دور مجتمعي مهم، وبيكون في اكتر من نشاط وفعاليات كتيره جدا بعيد عن الرياضه النادي بيرعاها، ومنها اللجان الحمد لله عندنا عامله شغل اكتر من رائع، يعني اللجنه العليا واللجان كلها المتفرعه من اللجنه العليا. عشان كده برضو حابب ان انا اشكر مهندس وليد مبروك جدا النهارده، حفله رائعه، وكل بقى القائمين على الحفله، الاخراج والتمثيل، انا شفت يعني انا كنت يعني مبهور جدا بيهم النهارده، وربنا يا رب دايما كده احفظهم ويبارك لهم. يعني طبعا سمعت منه ان هم اشتغلوا معاهم جامد جدا، وما شاء الله استجابه الاولاد هايله، يعني عندهم ذكاء وعندهم استجابه عاليه جدا، ان هم بيستوعبوا الادوار بتاعتهم كويس وبيحفظوا كويس وبيمثلوا حلو. فانا بصراحه شايف ان الفكره هايله جدا من اللجنه. الفكره كمان هايله في ايه؟ ان هم في طاقات عند الاولاد، يعني حتى بغير الرياضه هم بيمارسوا رياضه، بيلعب سباحه، اللي بيلعب كاراتيه، لكن هم عندهم برضو في طاقه جوه ان هم يمثلوا ويبدعوا، وده شفناه على بشكل عملي النهارده. صح لينا مش كده؟ صح طبعا. النهارده حلو؟ اه انا شفت كان دور جامد جدا. فهي ما شاء الله يعني هم رائعين، وان شاء الله باذن الله يعني احنا كمجلس اداره يعني هنبقى حريصين باذن الله ان دايما تبقى بشكل دوري معموله، يعني مش مره واحده بس، يعني باذن الله.